صور تستعرض جانباً من تظاهرات شباب البصرة التي وقعت صباح الخميس. الآن نشاهد متظاهرين في البصرة وهم يرددون هتافات ضد أحمد الصافي ممثل مرجعية النجف وينتقدون صمت المرجعية، ومن هتافاتهم: يا أحمد الصافي صوت الحوزة كافي، بالتزوير والبوق قائدكم خرافي. البقية في المقطع الآتي. سدوا الباب الجماعة خوفا من الشباب، خوفا من الشباب سدوا الباب.